إنجاز فريد يلوح في أفق كل زملكاوي ويخطر ببال كل عاشق للقلعة البيضاء حينما يخوض فريق الكرة بالنادي منافسات كأس السوبر المصري بالإمارات في أكتوبر الجاري بعد أسابيع قليلة من عناق السوبر الإفريقي بالرياض على حساب الأهلي. يتنافس الزمالك مع بيراميدز على بطاقة الترشح لنهائي السوبر المصري في 17 من الشهر الجاري، حيث يلعب الفائز أمام المنتصر من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا على اللقب. ويتطلع نجوم الزمالك لتكرار إنجاز موسمي 2002-2003 و2019-2020 والجمع بين السوبر المصري والإفريقي واستعادة الأمجاد الكروية والعودة للتربع على عرش الكرة المصرية والإفريقية في آن واحد. الزمالك افتتح موسم 2002-2003 بلقب ثمين على حساب المقاولون العرب والظفر بالسوبر المحلي بهدف قاتل سجله أسامة نبيه في مرمى ذئاب الجبل قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، حيث شهد 19 من سبتمبر لعام 2002 على أول فريق يتمكن من الحفاظ على لقب السوبر المصري بعدما توهج نجم أبناء مدرسة الفن والهندسة واستطاعوا إحراز اللقب عن جدارة. وفي مباراة تاريخية احتضنها ملعب القاهرة الدولي في 17 من فبراير لعام 2003 تلاعب الفارس الأبيض بالوداد البيضاوي المغربي ولقنه درسا قاسيا في فنون المستديرة وانتصر عليه بثلاثية حملت توقيع كل من محمد عبد الواحد وعبد الحليم علي وحازم إمام ليتوج بطل مصر باللقب السوبر الإفريقي ببراعة. وتكرر الإنجاز في عام 2020 فحقق الزمالك تتويجا ولا أروع بالظفر بلقب كأس السوبر الإفريقي بثلاثية على حساب الترجي التونسي، وبعدها بستة أيام فقط أحرز نجوم مدرسة الفن والهندسة لقب السوبر المصري في أبوظبي على حساب الأهلي بركلات الترجيح. أبناء مدرسة الفن والهندسة على موعد مع كتابة التاريخ من جديد هذا الموسم والجمع بين السوبر المصري والإفريقي في موسم واحد وتكرار الإنجاز للمرة الثالثة. نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل هداف الزمالك السابق واحد نجوم نادي الزمالك السابقين شريف اشرف. نورنا شريف. نورك ابو كباتن. عامل ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبي. انا عرفت ان انت خلاص خدت قرار بقى بالتبطيل. يعني الحمد لله كفايه كده كده خلاص. الحمد لله. قول لي خدت قرار ازاي وفكرت ان شاء الله يا كابتن. انت حضرتك عارف بقى لي ده اصعب قرار لعيب كره قدم. هي الحمد لله قادر العب بس خلاص كفايه كده يعني كده وكده هيجي يوم هتبطل تبدا يعني تشوف بقى موضوع التدريب او الكلام ده فالحمد لله يعني كفايه كده. اكتفيت ولا تعبت ولا زهقت ولا سنك كبير تقول لي؟ كولكشن كولكشن. لا انا الحمد لله كابتن يعني يعني بفضل الله يعني انا من الناس اللي ربنا انعم عليا بالتاسيس الكويس ففكره انك تلعب لحد ال 40 والكلام ده بفضل الله موجود يعني بس الحمد لله 37 كفايه كده ما شاء الله. الحمد لله يا كابتن. لا كفايه كبرنا لا يا عم ربنا يديك الصحه انا بهزر معاك. الحمد لله. انت طبعا بتبقى ادرى واحد انت بتحس ان انت قادر تدي ساعات برضو بيجي للواحد كده مرحله تشبع يحس انه ما بقاش عنده الشغف قوي ساعات الظروف كمان الحقيقه ما بتساعدش. بالظبط. انا عارف ان هو كل ده حصل معايا وانا وانس انا ما كان اخر موسم لعبته في الدوري الممتاز 2017 من بعدها يعني بحارب بقى لي كذا سنه ان انا ارجع مكاني تاني ومثلا واختم في الدوري الممتاز وبتاع حتى لما صعدت مع فرقه زي ما بقول لحضرتك صعدت مع فاركو في موسم 21 قلت بقى يعني خلاص ممكن العب مع فاركو السنه دي مثلا وتبقى مثلا يعني اختم في الدوري الممتاز في مكاني الطبيعي وبتاع بس ما حصلش يعني. فبعدها لعبت بقى كام سنه لان قادر العب حاسس ان انا برضه بعمل حاجه بحبها تفهمني يا كابتن. بعد كده بدات تحس لا يعني الموضوع بياخد منك اكتر ما بيديك يعني ف لا يعني وانت بتلعب في دوري ممتاز والكلام ده او في نادي كبير ده بتبقى حاجه كويسه انما غير كده بالنسبه لي انا يعني كنت بس بنبسط بلعبي في بلعب الكوره بس انما مفيش عائد احسن من كده جاي عليا يعني. انت كنت بالنسبه لك مش قادر تبعد عن كره القدم فمكتفي يعني ان انت لسه بتروح التدريب كل يوم وتلعب ماتشات. بالظبط. وفي نفس الوقت عندك امل برضو انك في يوم من الايام تصعد بفرقه من وتلعب معاها في الدوري الممتاز اخر سنه وكده بس يعني يعني انا كنت في القناه سنتين في سنه منهم كنت لحد اخر دقيقه هصعد ربنا ما كتبهاليش. فاركو صعدت ولما صعدت الاداره قالوا لي شكرا رغم ان انا كنت لاعب 25 ماتش في 30 ماتش معاهم جبت اهداف حسيت انا كابتن يعني وكنت من الناس مؤثره جدا في حاله الصعود دي
فلما لقيت نادي زي عمالك، انا اصلا الكلام ده كان في 2021، كنت بفكر ابطل بعد الموسم ده يعني خلاص، يعني طالما صعدت بفرقه ومش هلعب معاه في المنتخب كنت افكر يعني انه خلاص كده. بس ناس كتير قاعده قالوا لي بلاش حرام انت لسه قادر. والله كابتن حتى حد السنه دي يعني حتى جاب السنه دي الموسم اللي فات ده بفضل الله يا كابتن. كام جول؟ انا جايب مع ابو هريره السنه دي يا كابتن في الموسمين 21 جول تقريبا حاجه زي كده. وما بلعبهمش بشكل اساسي يعني، ما بلعبش باستمرار يعني. فالحمد لله يعني. الحمد لله. انت جايب كام جول لحد دلوقتي يا شريف؟ بص كابتن انا جبت طبعا انت عارف حضرتك في الـ في, الـ في الناشئين كنت جايب رقم ما حدش جابه يعني. في دوريات الناشئين جبت 286 جول. فعلا قبل ما اجي نادي الزمالك. قبل ما اجي لك. بعد ما جيت نادي الزمالك لعبت 3 مواسم جبت فيهم 16 جول، لان حضرتك عارف برده ما كنتش بلعب بشكل مستمر. شويه جول مع الزمالك اهي. جبت 16 جول مع نادي الزمالك. وبعد كده جبت يعني توتال اللي جبته في الدوري الممتاز 50 جول مع بقيه الانديه. واحترفت زي ما حضرتك عارف، احترفت في 3 محطات في فنلندا وفي سويسرا وفي السعوديه. 50 جول؟ 50 جول في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. رقم طبعا كويس قوي. بالنسبه ان انا برده يعني زي ما حضرتك عارف ما لعبتش برده سنين كتير طويله يعني. واحترفت ولعبت في قسم واحترفت ولعبت في كذا فرقه وبتاع. الحمد لله بعد بقى جبت 30 سنه كان حصل لي ظرف كده زي ما حضرتك عارف، حادثه وعمليه في ظهري وبتاع، فما حدش وقف جنبي يعني. فبعد كده اضطريت بقى ان العب بالدرجه الثانيه دي، لعبت في القناه وفي فاركو وفي ابو قير الاسود. كم هدف في القسم الثاني؟ الثاني ممكن اكون عديت 60 70 جول. ما شاء الله. انا عارف كمان انت من لما كنت تلعب في الجونه كمان. في الجونه هدف تاريخي للجونه. هدف التاريخي للجونه. في الدوري الممتاز. جبت 23 جول. 23 جول في موسمين تقريبا. ده رقم طبعا كبير. في موسمين. وكنتش برضه زي ما حضرتك عارف انا ما كنتش من الناس اللي بلعب اساسي بشكل مستمر يعني. اللي هو بقى مثلا موسم 30 ماتش تلاقيني لاعب مثلا 25 26، لا يعني مثلا كنت بلعب نص موسم. ده مع الزمالك في الجونه بقى بالظبط. بتجيب هدف في فرقتك اللي انت الهداف التاريخي فيها بالظبط. انما هو بعد الموسم ده كنت رايح نادي الجونه. بس بقول لك ايه، حضرتك انت في الماتش الجول ده كنت انت في الملعب ابو كده. الماتش اللي فات بتاع الزمالك والجول. انت كنت لابس رقم 4 ليه؟ صدق دفع يعني. انا كابتن لما جينا انا كنت بلبس 32. اول ما رحت نادي الزمالك كنت متقيد تحت السن. اول سنتين. بعد كده لما عديت السن قالوا لي مش هينفع تلبس رقم فوق ال 30. فالارقام اللي كانت فاضيه تحت ال 30 ما فيش غير 4 فلبست 4. كان مين ساعتها موجود في الفريق الاول في الزمالك؟ كان مثلا لا كان في ناس كتير. فراوده كانوا مين؟ كان في الموسم ده ميدو وعمرو زكي واحمد جعفر وانا كنت معاهم، وكان جاي لنا فيرود برضه اسمه سيد مسعد في اخر موسم ده. فكنا احنا 5 موجودين في الموسم ده في بدايته. فما عديت السن جيت اشوف رقم تحت ال 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 30 مش لاقي رقم كويس. كنت بلبس 4 زمان وانا صغير. ان احنا واحنا صغيرين انت عارف كان بنلعب سباعي او كده. كنت بلعب في نص الملعب او خماسي يعني قبل ما العب فيرود يعني. كنت بحب رقم 4 يعني. مين اول واحد خليك تلعب فيرود؟ كابتن محمد وهبه بتاع الاسماعيلي. ده كان مدرب قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومدربين جامدين قوي يا كابتن يعني مش واخدين حقهم يعني. بنلعب مره تقسيمه من التقسيمه اللي هي 7-7 دي ولعبت راس حربه فقمت جايب 5 جوال في التقسيمه دي. قال لي بس انت من النهارده راس حربه. انت على الجون كويس الحقيقه. انسى ربنا يكرمك. مع ان يمكن في مدربين يقلقوا ان انت مش كنتش بفرود طويل قوي. بالظبط. مع ان انت كنت بتلعب دماغك كويس قوي. بتعمل جامب كويس. بس دي كان ممكن يقلق بعض المدربين. هو فعلا معانيه انا معاناه كبيره مع مدربين لان هو عايز مهاجم طويل والكلام ده. بس هي الكوره مع ميسي 169 يا كابتن. لا وانت كمان جايب اجوان كتير بدماغك. ايوه انا مناسب بلعب دماغي كويس قوي بفضل الله يعني اللي هو بطلع بوجه وبركب حتى لو واحد اطول مني ب 20 سم بس. هي انت عارف كابتن. ما تفتكرش جبت كام جون بدماغك؟ لا كتير كتير قوي كتير قوي كابتن. وكمان كان في ميزه ثانيه بتلعب ضربات ثابته كويس. بالظبط. انا فاكر. بفضل الله يعني. الحمد لله كابتن يعني كان ربنا يديني تنوع كبير قوي كمهاجم يعني هداف يعني اللي هو بجيب بيميني وبشمال بفضل بعرف العب برجلي الاثنين وبعرف العب بدماغي وبعرف العب ضربات ثابته فدي انت عارف حضرتك ربنا ما اداهاش لحد يعني بس الحمد لله خدت وقتها يعني الحمد لله. الماتش ده هدفك مع الجونه ده كان موسم كام ده؟ ده في النادي الاهلي. 2010 2011. كان في النادي الاهلي. كنت فرحانه فعلا كان في فرحه كبيره. كنت لسه منتقل من الزمالك. كنت لسه ماشي من الزمالك رايح الجونه في الموسم. كان مين المدرب بتاع اسماعيل يوسف؟ في نادي الجونه. في الماتش ده كان كابتن انور سلام بس كان قبلها كابتن اسماعيل يوسف كان هو اللي انا رحت مع كابتن اسماعيل يعني.
وكان من الاسباب القويه لانتقالي نادي الجونه او اختيار الجونه بخصوص ان الكابتن اسماعيل هو مدير فني. ده في الزمالك برضه؟ لا ده كان في حرس الحدود. حرس الحدود؟ ف كان معاك في الوقت ده انا فاكر جمال حمزه وحسين علي صح؟ مظبوط كده. كان معاك فرقه جامده واحمد عمران وصامو الاوكران ده كان لعيب كويس جدا، وكان في خط الدفاع رامي عادل وشريف رضا وناس كتير قوي يعني. مش والي تقريبا كان موجود. والي كان موجود معانا كمهاجم، وكان معايا وكان شوقي السعيد قبل ما يجي هنا الزمالك كان موجود، وكان عرف السيد قبل ما يجي الزمالك كان معانا ناس كتير يعني. كانت فرقه كويسه، كابتن اسماعيل كان عامل فرقه كويسه يعني. اللعب بقى في القسم التاني، انت قعدت كام موسم تلعب في القسم التاني؟ ست مواسم. قول لي كان شكل القسم التاني اللعب فيه صعب مختلف؟ لا في صعب. اصعب حاجه قابلتها ايه فيه؟ عن مختلف عن الدوري الممتاز؟ عقليات اللعيبه اللي بتلعب معاها دي اصعب حاجه، وعقليات المدربين طبعا. مش كلهم طبعا، في ناس كانوا مدربين محترمين جدا للامانه، بس هو يعني المدرب بيلعب على قد امكانيات الدرجه زي ما بيقولوا كده. مش مفيش تطلعات اللعب كره شامله بقى والكلام ده، فالملاعب والاجواء طبعا، انك ما بتلعبش بالليل ابدا يعني، انت ماتشاتك كلها بتبقى بالظهر يعني، اللي هي في وقت معظم الاوقات يعني في غير فصل الشتاء انت بتلعب في الحر يعني. فدي كانت اصعب حاجه ممكن تقابلها في الدرجه دي يعني، عقليات لعيبه، ملاعب، اجواء، يعني طرق لعب مدربين. طب ما ده اللي بيخلي ممكن لما فريق بيصعد بيبقى فعلا عنده فكر انه عايز يغير عقليات اللعيبه دي كلها. تلاقي مثلا مشى معظم الناس اللي بتطلع او بتصعد ويحول أكيد. كمان مش كتير بيبقى على المدير الفني اكيد، مش الانديه كتير بتعملها. لا في هو كابتن انت عارف حضرتك التفاصيل كتير يعني يعني في تفاصيل كتير قوي، بس الطبيعي إيه، انا النهارده لو مدرب وماسك فرقه وصعدت بيها انا مش هستغنى عن قوامي الاساسي اللي صعدت بيه، حضرتك فاهمني؟ الا في اضيق الحدود، لو عندي اداره هتجيب لي بقى مكان ده مثلا احسن لعيب في مصر ماشي يعني، انت حضرتك فاهمني؟ انما اللعيبه كلها انا اسف يعني كابتن معظمهم شبه بعض، معظمهم شبه بعض والله. حتى في الدرجه الثانيه دي ما لعيبه فاركو دي صعدت يعني، في لعيبه كتير صعدوا وموجودين وبيلعبوا عادي يعني، وفاركو قعدت ما نزلتش حضرتك فاهمني؟ وقيس على ده وسيراميكا كليوباترا وفرق كتير يعني، والبنك الاهلي يعني، ناس كتير صعدت بلعيبه وابقت على 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 مثلا 10 12 لعيب كانوا اساسيين في الدرجه الثانيه ومساعدين فرقتهم ان هم يفضلوا في الدوري بشكل كويس، ده غير ان في لعيبه من الدرجه الثانيه بتروح على انديه كبيره يعني. شادي حسين قبل ما يروح النادي الاهلي ما كان بيلعب في سيراميكا كليوباترا في الدرجه الثانيه، وناس كتير، ده اخر مثال يعني انا فاكره. ايمن حفني ناس كتير لما ينور في المقصه بشكل كبير كان في الدرجه الثانيه. ناس كتير يا كابتن يعني، احنا لو قعدنا نجيب اسماء ناس كتير قوي جايه من الثالثه. طارق حامد ده كان في درجه كهرباء طلخه وبعد كده درجه ثانيه وبعد كده سموحه وبعد كده الزمالك يعني قيس على ده ناس كتير قوي جت من الدرجات دي، بس هي عايزه عين وحظ ونصيب طبعا واجتهاد من الشخص ده لا خلاف عليه. بس هي القصه كلها كابتن تفاصيل. في ادارات تقول لك مثلا معاه فلوس كتير قوي، مثلا زي كان مثلا اداره فاركو، لا خلاص بقى انا هجيب تيم كامل ايه جديد وبقى ست سبع عناصر موجودين معايا وخلاص، اللي هم اولاد النادي اللي هم بقى لهم في النادي اربع خمس سنين. انا رحت على سنه الصعود بس، حضرتك فاهمني يا كابتن؟ فماليش برضه رصيد كبير معاهم يعني. وهم طبعا فكره ان حد يقدر انت مين واسمك ايه ولعبت فين وعملت ايه ما بقتش موجوده يعني، مش حضرتك تبقى فاهم يعني، الا ما رحم ربي يعني. فيعني انا ده اللي انا قابلته يعني، ده اللي انا شفته. لو دخلنا بقى شويه في ماتشات اللي احنا فيها الايام دي ونبدا بماتشات منتخب مصر، ذكر فيه مباراه طبعا مهمه والحمد لله ضمان الصعود لكاس الامم الافريقيه، لكن قول لي شفت ماتشين موريتانيا ازاي؟ ماتش الذهاب اللي كان عندنا في القاهره وماتش العوده هناك. والله كابتن هو ماتش الذهاب كان امتع طبعا على يعني استاد القاهره طبعا، واجواء جميله، اجواء كوره يعني وجمهور. فرقه موريتانيا فيها لعيبه مميزه الحقيقه وبيلعبوا كوره كويسه جدا، وضايقونا في الماتش الاولاني بشكل كبير لحد ما تريزيجيه قدر يجيب الجول الاولاني. لا يعني كان ماتش اولاني ماتش فيه كوره وفيه لعب وشراسه كمان، وفي شراسه من الناحيه فريق موريتانيا. حتى النهارده كانوا شرسين بس بدون انياب حقيقيه او خلق فرص هجوميه. وطبعا اللي ساعد ده النهارده طبعا كابتن حسام النهارده خطه او طريقه اللعب كانت فيها العنصر الدفاعي غالب اكتر، لانه كابتن حسام لعب على قد المباراه او على قد اللي هو عايزه من المباراه، ان هو النهارده انا اهم حاجه النتيجه ورا صفر، طول ما انا ما دخلش فيها جول انا عندي عناصر تقدر تصنع الفارق. وسبحان الله يعني ده اللي حصل، جبنا جول انا شايفه جول عالمي لابراهيم عادل بصراحه. شخصيه لعيب قاعد مركز يا كابتن، عارف لما ينزل هيعمل ايه. مستحيل يا كابتن ابو العيله الكره دي تبقى صدفه.
عشان في ناس ممكن الجول ده يفوت عليها كده اقول لك ده الجول ده مستحيل يكون صدفه كده. ابراهيم قاعد، ابراهيم انا متاكد كان قاعد باصص كويس قوي على حارس المرمى وعلى خط الدفاع وشايف اللعب فين، اللعب محصور في نص الملعب وعارف ان احنا ما بنوصلش لقدام بسهوله. حضرتك فاهمني؟ او الكره لما بتوصل قدام هم ارتدادهم سريع، ف واحنا طبعا عشان احنا عندنا بنلعب النهارده بواحد زياده في خط الظهر، فالكثافه العدديه في نص الملعب الهجومي مش عاليه. فابراهيم هو وانس هو لف الكره اول ما لفت هو لف جسمه، لو انت لو شفت الجول كويس كده هتلاقيه ما بصش كابتن على الجول. هو اول ما لف قام واخد القرار وحاطط رجله. فطبعا ده التحضير، التنفيذ بقى الموهبه بتاعته تقول بقى ان هو نفذ ازاي، حاطط الباور عامل ازاي عشان الكره ما تعلاش قوي او ما تروحش يمين او شمال. جول عالمي وجول تاريخي، انا متاكد الجول ده كابتن هيفضل موجود في ذاكرته طول عمره. ده هدف الحقيقه. يمكن انا كمان عايز اضيف حته زي ما قلت لك، التاكيد على الشخصيه. لعيب صغير ومن اصغر اللاعبين سنا ياخد القرار ده، مش اي لعيب يقدر يعملها وبالتماسك ده. مظبوط كده، وعنده ثقه في نفسه كده، عارف امكانيات، عارف ان هو يقدر يصنع فارق، عارف ان هو لعيب موهوب، عارف ان هو. بس احنا يعني كنا في مكانه في يوم من الايام بنقول له اصبر. اصبر وهتجي لك، وان شاء الله هيجي لك وقت وهتبقى انت رقم واحد في مكانك. وعجبني كمان كابتن حسام حسن انه مخلي اللعيبه مصدقه ده. يعني مصطفى فتحي ينزل يعمل شغل مهم، ابراهيم عادل يضيف، احمد عيد رجليه في الملعب، احمد سيد مصطفى زيزو، طبعا احمد زيزو او زيزو بتاعنا طبعا بتاع نادي الزمالك قعد فتره كان لازم يبقى بديل، لا بقى موجود وثابت وستاندنج ومؤثر. فدي هيعمل الحاجات اللي عجباني. محمود صابر ابتدى يعني يشتغل بشكل اكتر شويه، ابتدى يبقى موجود في الصورة. فانا عجبني ان حسام حسن مخليهم عايشين. اسامه فيصل، نسيت اكلمك عن اسامه فيصل. اسامه فيصل على فكره انا واحد من الناس شافه اقرب بديل لمصطفى محمد للشكل النمط، اللعيب اللي هو التسعه المهاجم القوي المحطه اللي يستحمل الضرب والمعارك اللي قدام ويسند لزمايله. فهو دي حقيقة، يعني حلوه دي حقيقة حسن. وفي نفس الوقت واضح جدا يعني ان يعني استراتيجيه كابتن حسام في اختيار العناصر ان هو بيحب لعيبه صغيره في السن كتير. النهارده شوف النهارده في كام عنصر المنتخب الاولمبي موجود. النهارده تغييرات يعني معظم التغييرات لعيبه صغيره، يعني سواء ابراهيم او كوكا او شحاته بادئ بصابر وبادئ بعيد وبادئ باسامه فيصل. فالنهارده انت بتتكلم يا كابتن في 6-7 عناصر من المنتخب الاولمبي، دي ما كناش بنشوفها قبل كده مع المنتخب الاول. حاجه تحسب كابتن حسام طبعا يعني. دي طبعا من النقاط المهمه. طب انا كمان عجبني ادارته الماتش النهارده. يعني خلي بالك ان النهارده في 3 تغييرات عن المباراه اللي فاتت، وكمان لما نزل زي ما انت قلت بعض اللاعبين اللي يعني ياخدوا ريتم ويبقوا موجودين ويقدر يامن بيهم نص الملعب. ماتشات زي دي النهارده ما بقاش فيها الهدف كوره صعب اصلا. انا في اعتقادي الملعب النهارده اثر على الفرقتين، مظبوط، حتى على منتخب الموريتاني. يعني منتخب الموريتاني اللي شفناه هنا ما كانش زي المنتخب اللي شفناه هناك، عشان جوده الملعب، جوده استاد القاهره طبعا مختلفه تماما، تخلي حد يعرف يلعب. مظبوط. فطريقه اداره المباراه واختيار كابتن حسام حسن للتشكيل وهيتعامل مع المباراه دي ازاي، انا عجبتني على المستوى الشخصي، عايز اخد رايك فيها. عجبتني انا كمان، يعني كانت واقعيه جدا، ما فيهاش زي ما بيقولوا كده فتح صدر. يعني رغم ان كابتن حسام معروف عنه الجرأه والشخصيه القويه طبعا، لان هو يعني خبرات كبيره وتاريخ كبير جدا كلاعب قبل ما يكون طبعا مدير فني لمنتخب مصر. وده اللي بيوصله للعيبه كابتن، واحنا شايفينه اللعيبه بتلعب بروح عاليه جدا، تركيز عالي جدا، في كلام طول الوقت في الملعب 90 دقيقه، في كلام، في تنبيه. فاللعيبه النهارده ما فيش اي كابتن، لو حضرتك يعني على مدار المباراه ما فيش اي فرصه خطر على منتخب مصر، رغم انك بتلعب منتخب زي ما انت قلت في لا عنده لعيبه شرسه حتى في النواحي البدنيه، في الصراعات البدنيه يعني بيتفوقوا علينا. لكن مع الفارق البدني ده كمان ما شفناش اي خطوره النهارده على مرمى الشناوي. يعني في لعيب زياده النهارده في خط الظهر، تغيير طريقه لعب، طريقه اللعب دي برضو اداره الماتش بالظبط. عارف انا عايز ايه من المباراه. يعني انا يعني تغيير طريقه لعب، بلعب بثلاثه على فكره. الخطه دي يا كابتن هجوميه في معظم الاوقات، بس ليها حسابات، يعني ليها حسابات في النواحي الهجوميه. لما باك مثلا من الباكات بيطير، يعني بيطير، بيبقى الثاني واقف كاني بلعب باربعه ورا، فاهم يا كابتن؟ مع تأمين واحد طبعا مروان عطيه، ده طبعا واقف نص الملعب، فانت في اوريدي 5 واقفين، انت مش محتاج اكتر من كده يقف على قد الماتش، ومش محتاج اكتر من الخمسه يهاجموا في ماتش زي ده. فهو ده اللي حصل النهارده، فتحيه كبيره طبعا لكابتن حسام، اداره هايله. عجبني بقى كمان ادارته في الماتشات اللي فاتت. اولا انت عارف هو عامل ارقام حقيقه يعني قياسيه الى الان مع تولي كابتن حسام حسن. من ضمن الارقام ان ما خدش فينا ولا جون، مظبوط، في التصفيات. من ضمن الارقام ان 6 فوز على المستوى الرسمي
فده برضو رقم، ولا مباراه رسميه الحمد لله اتغلبها، دي مش حقيقه. بدايه موفقه كده، بدايه موفقه جدا جدا جدا، نتمنى ان شاء الله تدوم لاطول وقت ممكن، وحتى ان شاء الله مع زياده مستوى المنافسين واللعب مع منافسين اصعب واقوى ودول اعرق وليها منتخبات اقوى، نتمنى ان شاء الله ان التوفيق يفضل مع حليفنا ونفضل والاداء يزيد بامر الله ويتطور واللعيبه تتطور وتواكب الحدث زي ما بيقولوا على حسب الصعوبه او درجات الصعوبه. لفت نظري بقى ان هو كمان محتفظ باكتر لعيبه كوره، يعني كنا دايما بنقف في حته ايه، يا زيزو بديل لمحمد صلاح، يا مرموش يا تريزيجيه، واحد من الاثنين، لكن انا شفته ابتدى يلعب كله في تسخير مع بعضه، في تسخير للقدرات والامكانيات بافضل شكل ممكن، ما يضرش طريقه اللعب، ودي حاجه كويسه جدا كده. بس كابتن حسام اختياراته برضه لازم الناس فاهمه، اختياراته وادارته للتشكيلات وللناس اللي بتلعب والعناصر اللي بيختارها برضه بيبقى في عامل كبير عليها واقف على المنافس اللي بلعبه، فاهم يا كابتن؟ يعني النهارده انا بلعب منافس، انا اقوى، انا مصر، انا دوله عظمى في افريقيا في الكوره، دوله مصنفه ان هي بتنافس دايما على البطوله، او فانا النهارده لما باجي العب دول مستوى ثاني او ثالث، لا انا بفرض شخصيتي الهجوميه وبلعب كورتي اللي الناس بتحبها. انما اعتقد مع تغيير نوع المنافسين في المستقبل، ان لما تيجي تخش بطوله افريقيا يبقى معاك فرقه مصنفه درجه اولى زيك، المستويات متقاربه، اعتقد هيبقى في اختيارات اخرى للعناصر. بمعنى النهارده ده مقبول، خلي بالك مقبول كده طبعا، ان انا اعرف كل مباراه عايز منها ايه. بالعكس ما انا اشفش دماغي في حاجه عشان ارضي، اصلا النهارده مش برضي الناس، يعني كابتن حسام ربنا يكون في عونه، ده مسؤوليه بلد، مسؤوليه بلد الناس كلها عينيه عليه، فانا مش انا متاكد ان كابتن حسام مش هيعمل غير اللي هو شايفه في مصلحه البلد او مصلحه ان اسم مصر يفضل في مكانه الطبيعي. ف يعني كاختيارات في التشكيلات بالنسبه للفرقه اللي بنلعبها هايله هايله لحد دلوقتي كده، بس قدام شويه مع تغيير مستوى المنافس، لا اعتقد هتحتاج انك في نص الملعب، لا كابتن مش هتبقى بتلعب مثلا بزيزو وتريزيجيه في نص الملعب، صعب جدا، مش كل الماتشات صح، صعب جدا، ده طبيعي. عجبني كمان ان هو ايه، عارف ياخد المباراه دي جوانب ثانيه هقول لك عليها. اولا شارك ناس ثانيه مثلا بقى لها فتره ما بتلعبش زي اسامه فيصل وخالد صبحي، ومحمود صبري خد مساحات اكبر، تغييراته حتى بشحاته ياخد فرصه، ابراهيم عادل مستمر في النزول، احمد نبيل كوكا كمان ريح لعيبه، رايح حمدي فتحي ما بدأش بيه، رايح تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد، يعني عارف اللي هو ايه، بحاول اخد كل المكاسب مظبوط وانا بلعب مباراه وخلاص. يعني خلي بالك يا كابتن، الملعب ده كابتن حسام دي حاجه تحسب له، الملعب ده بيضر اللعيبه اكتر ما بيفيدها، يعني فان هو يحاول يحافظ على معظم العناصر الاساسيه النهارده. يعني كابتن حسام متاكد ان هو لو كان يقدر، والله بجد كابتن حسام لو يقدر يقعد ال 11 لعيب الاساسيين النهارده ما يلعبهمش، يلعب بالبودله، لكن هيعمل كده والاصغر سنا كمان، بالزبط. هم اللي ممكن يستحملوا، لكن في الاول وفي الاخر لازم تبقى في التوازن، يعني لازم، وده حصل النهارده. ف يعني اللي حصل النهارده في تريح اللعيبه حاجه مهمه جدا. محمد صلاح او ايا كان، تحياتي طبعا لكل لعيبه المنتخب على هم كلهم يعني في مكان واحد بالنسبه لنا، لكن محمد صلاح ان هو ما ينفعش يلعب على الملعب زي ده النهارده، حاجه تحصل لكابتن حسام بصراحه، وقلل لعيبه الكوره شويه، يعني بالزبط. كان بيوفرهم بالظبط. ناصر ماهر لا، خد المباراه اللي فاتت مع الدوش، المره دي اما قعد تريزيجيه، لانه الملعب مش محتاج لعيبه كوره. هو الملعب فعلا مش محتاج لعيبه كوره بالظبط، يعني هو ملعب زي ما حضرتك، هو اندفاع بدني بحت، يعني ناخد بالنا عشان بس ناكد، هو مثلا ما لعبش محمد صلاح كلاعب كوره مميز في الكوره، مع لعيب كوره دي معناها يعني اللي هو فوتبولر كده، كنترول كويس على الكوره. مصطفى فتحي ما شاركش، قسم المباراه بين تريزيجيه وزيزو، ناصر ماهر ما لعبش خالص، رغم الناس دي شاركت مظبوط المباراه اللي على ملعبنا. فلازم ناخد بالنا من طريقه اداره كابتن حسام حسن، دي نقطه مهمه، بتدي رسائل للعيبه وان هو مركز جدا جدا ومذاكر عايز مزبوط. يعمل ايه مع كل فرقه، دي زي ما انت قلت مش فاتح صدره، يعني ده حقيقه كده، دي نقطه مهمه جدا. لو اتكلمنا بقى خلاص، يمكن اتكلمنا خلاص على منتخب مصر، انا كنت عايز اعرف كمان رايك في الهويه اللي عاملها كابتن حسام. يعني احنا بقى لنا فتره يا شريف كنا دايما نلعب على المرتده، تلعب على فاكر 1-0 وخلاص كده، دلوقتي معدل اهداف جيد، عدم استقبال اهداف زي ما اتكلمت، فانا شايف ان هويه منتخبنا تاني رجعت لنا تاني، فكره الاستحواذ وفرض الاسلوب، انا يعني عايزك تتكلم في الحته دي شويه. لان كابتن زي ما قلت حضرتك، هرجع اقول لك تاني، كابتن حسام حضرتك يمكن لعبت معاه فترات، وده كان بصراحه يعني افكر لك اسيست ليه بصراحه، كان في ماتش النادي الاهلي كان اسيست عالمي بصراحه. لعبت مع كابتن حسام فتره، كابتن حسام من اللعيبه اللي في تاريخ ملاعب مصر مش هتتنسي. يعني كابتن حسام مسطر تاريخ كلاعب،
يعني احنا واحنا صغيرين نتفرج عليه ونتعلم ونتعلم يعني ايه شخصيه ويعني ايه روح قتاليه ويعني ايه تركيز ويعني ايه حماس غير الحاجات الفنيه طبعا اللي ربنا اداها له ان هو كان راجل هداف من نص فرصه بيجيب جول. في كابتن حسام مع منتخب مصر ارقام كبيره سواء عدد مباريات لعب او حتى اهداف. ف شخصيه كبيره قوي كابتن، يعني كابتن حسام كلاعب كوره شخصيه كبيره، ومهم جدا ان لعيب يعني مدرب في وجهه نظر انا ان هو كان يبقى لعيب كبير قوي، يعني مهم لان اللعيبه هيبقى هم شايفين في ايدول بالنسبه لهم. فكابتن حسام كل اللي عمله كلاعب ده مع منتخب مصر النهارده بيترد بقى ايه كرساله بينقلها بقى للعيبه، خبراته بقى ونجوميته الله ينور، يعني خبرات والمواقف اللي اتعرض لها، التعامل بقى، ماتشاتي بره مصر هتبقى عامله ازاي، ماتشاتي قدام جمهوري في مصر هتبقى عامله ازاي، كل ده بيحصل لحد دلوقتي احنا شايفينه ونتائجه ما شاء الله تبارك الله احسن ما يمكن وربنا يديمها ان شاء الله. فان شاء الله اتمنى ابو كباتن ان شاء الله تفضل تدوم لحد ما نقابل، لان برضه هتلاقي في ناس كتير بتقول لك يا كابتن احنا لسه برضه ايه ما لعبناش فرقه تقيله، لحد ان شاء الله لما الموضوع بيتحط له اساسات وبنفضل ماشيين في مشروع معين بحاجه معينه ان شاء الله اكيد هتوصل لهدفك مهما كانت درجه صعوبه المنافس. بس في حاجه عايز اعلق عليها بس كابتن، ان مش عشان حاجه والله، يعني انا يعني استغربت جدا من عدم ضم بعض العناصر وهقولهم طبعا بالاسم دلوقتي، والحقيقه انا مش فاهم ليه، ونفسي يعني نفسي الناس دي لانها فعلا الناس دي تستاهل تكون موجوده في منتخب مصر، يعني سام مرسي ومحمد النني بالاخص وعمر جابر من نادي الزمالك يعني وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد الناس هتقول لك عبد الله السعيد يا جماعه والله العظيم احسن لعيب نص ملعب في مصر لحد وقتنا هذا. مع احترام يعني طبعا للعيبه مصر كلها، عبد الله سعيد ما فيش لعيب، عبد الله سعيد حتى لو 59 سنه طالما بيأدي بالاداء ده والله العظيم يا كابتن ابو ليلى طالما بيأدي بالاداء حقه ان هو يكون موجود في منتخب مصر. تمام. طيب الحقيقه ان برضو انا بتفق معاك طبعا في معظم الاسماء، لكن انا وكنا بنتكلم دايما عليهم، بس كابتن حسام برضو اداني هنت كده وحسسني ان الناس بتدخل المنتخب. يعني دونجا ابتدى يبقى موجود، كنا بنطالب بدونجا، قبليها النني ابتدى يدخل، ما كانش موجود اخر معسكر لكن اللي قبليه كان موجود، فهو فاتح يعني المنتخب مدي رساله برضو ان انا ايه عيني على الجميع، فدي برضو نقطه ايجابيه. قلت لك سام مرسي ليه كابتن؟ انا هقول لك كل واحد ليه. سام مرسي ده كابتن صاعد بفرقته من الشامبيونشيب في انجلترا للبريمير ليج، بيلعب في اقوى دوري في العالم وبيلعب اساسي. ما ينفعش يعني انت فاهم حضرتك يا كابتن، احنا كان بالنسبه لنا لما يبقى لعيب محترف في انجلترا وبيلعب اساسي ده رقم واحد في المنتخب، فازاي الراجل ده مش موجود؟ فدي يعني دي بس ده يعني اتمنى يعني ان الكابتن حسام ياخد الموضوع بعين الاعتبار، وانا متاكد ان الموضوع في دماغه يعني، واكيد في ناس كتير كلمته عليه. بالنسبه لمحمد النني، محمد النني يا كابتن كنت لسه برضه مع حضرتك من حلقه قريب، محمد النني هو اللي خلى مصر في اولمبياد باريس تظهر بالشكل تظهر بالشكل اللي احنا حظنا بيه نوصل مربع ذهبي، يعني النني احد اهم الاسباب. الموضوع مش بعيد يا كابتن، الموضوع لسه قريب، الراجل برضه يعني لو مش هيبقى اساسي يبقى موجود ده كان موجود على فكره بعد المعسكر. عارف والله، بس بكلمك بس استوقفني يعني ليه المعسكر ده مش موجود بقى؟ هو سؤال عادي والله مش حاجه. وطبعا عمر جابر بالنسبه لي افضل يعني افضل ظهير ايمن في الدوري المصري السنه اللي فاتت وماشي كويس جدا، وده اصلا عمر احد اكتشافات كابتن حسام يعني صح في الزمالك هو احد اكتشافاته يعني، فكابتن حسام هو اللي طلعه من هو عنده 17 سنه. وبالنسبه لعبد الله سعيد يعني غني يعني والله عبد الله احنا اقل حاجه نعملها ان احنا نجيب سيرف له ونديله حقه والله يا كابتن، اقل حاجه الراجل لازم موجود والله يعني لازم يعني طبعا لعيب كبير طبعا قيمته موجوده حقيقه، وشيكابالا كل اللعيبه دي بيبقى ليها برضه وزن وبتنقل بكلمك عبد الله كابتن، يعني شيكابالا كان مصاب الفتره الاخيره ما شاركش بشكل عام، بكلمك اصل المنتخب حاله وحاله عبد الله دلوقتي ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظه هايله يعني والله كابتن، يعني ما فيش حد بيقوم بالدور اللي عبد الله بيعمله، يعني حتى لو جينا نتكلم على اكبر ثلاث فرق في مصر سواء الزمالك بيراميدز او الاهلي مش شايف حد بيعمل دور عبد الله السعيد او بيأدي الاداء بتاعه بيدي المردود بتاع عبد الله في الملعب سواء بدني او فني، مفيش. ندخل بقى على الزمالك
اتفضل يا كابتن. قول لي اول تابعت ماتش السوبر الافريقي ازاي عشان اخد منك بقى الفتره اللي جايه ممكن نبني عليه ازاي؟ زي اي حد يا كابتن بيتفرج، زي اي حد من جمهور نادي الزمالك بيتفرج على الماتش، وكنت اتمنى طبعا فوز نادي الزمالك، وتوقعت على فكره النتيجه والله يا كابتن. فعلا. والله كنت مع هاني حتحط على قناه سطر قبل الماتش، وتوقعت ان الماتش تعادل والزمالك هيكسب ضربات جزاء، وحصل. توقعت الاداء؟ ما هو انا قلت النتيجه هتخلص يا كابتن 0-0 1-1، انا قلت في تعادل مش هيعدي 1-1، وده لما بيبقى ماتشات كده زي ما حضرتك عارف ما بيبقاش فيها مردود فني عالي، لان ما كانش فيه مردود فني كويس. الشوط الثاني حصل تحول جذري في الاداء، بس الشوط الاولاني لا يعني. ودي يا كابتن حاجه كويسه طبعا، لما تبقى مغلوب 1-0 الشوط الاولاني وادائك مش كويس في ماتش سوبر، بدل ما تهرب منك يخش فيك الثاني، ولا انك ترجع وتبقى بتهدد وجبت جول وكان ممكن تجيب التاني، فحاجه تحسب لك طبعا. اكتر حاجه عجبتك في ماتش السوبر الافريقي؟ الروح العاليه يا كابتن اللي اللعيبه ادت بيها الشوط الثاني، والتركيز وفرض الشخصيه اللي احنا افتقدناها من زمان، ان انا النهارده انا مش جاي العب ماتش وخلاص، لا انا جاي عايز اخد بطوله، وعايز اخد بطوله من النادي الاهلي، منافس تقليدي بتاعي وغريمي التقليدي او الغريم الازلي زي ما بيقولوا. فكانت بطوله مهمه جدا يا كابتن، يعني بطوله ليها فرحه اعتقد مش هتتنسي لفتره طويله، بس اتمنى يعني ان احنا ننساها اليومين دول عشان نركز في ان شاء الله في السوبر المصري. لو انا عندي يمكن معلومات من داخل غرف الملابس النادي الزمالك ان هم يعني عندهم شراهه ناحيه البطولات، لان انا دايما بعيد واكرر ان احنا افتقدنا وقت زمني، خسرنا كتير من البطولات لدرجه ان يعني خلى في ناس كده تطمع في مكاننا، وده الحقيقه لا يليق لاسباب طبعا كلنا عارفين انها اخرتنا كتير. لكن انا الاوان رغم كل الظروف والصعوبات، واثبتنا ان بربع استقرار اداري كمان بقى لما يزيد اكتر واكتر من طبعا من الناس المسؤوله في الوقت الحالي كمجلس اداره وكل المسؤولين في الوقت الحالي، اعتقد ده هيبقى دفعه قويه. فكره اللعيب يحس انه مطمن ان الجوانب الماديه في وقتها وفي توقيتاتها، وفي ناس في ظهرك بتحميك، وان المناخ مؤهل ان انت تنتج وتأدي، انا فاعتقد هيفرق بشكل كبير مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي. ده حقيقه يا كابتن، والجهاز الفني يديله حقه برضه كابتن. يعني جوميز عمل ماتش هايل بصراحه، عمل ماتش هايل تكتيكيا. يعني لو هنتكلم فنيا لا، جوميز عمل ماتش كبير. و اللي شغل اللعيبه عليه قبل الماتش وطلبوا من اللعيبه في الماتش عمله في وقت الماتش، ولما دخل فيه جول ما غيرش حاجه. اصراره على الطريق، اصراره على طريقه اللعب وعلى الضغط العالي على النادي الاهلي وحرمانه من الاستحواذ في والخروج بالكره، هو ده السبب الرئيسي كابتن. خلي بالك في ان احنا تعادلنا وكنا ممكن نكسب، والحمد لله احنا كسبنا طبعا يعني ضربات جزاء، بس هتكلم جوه الملعب يعني لو في 10 دقائق كمان لا الزمالك كان هيكسب، كان هيجيب جول كمان. انا اتفق معاك. طيب ابني على ده ازاي؟ عندي بطولة تانية، بطولة محلية مهمة، وهتلعب على فكرة فريق مصنف، فريق انا شايف فريق كويس جدا، فريق منافس قوي، مباراة قمة حقيقية. انا يعني في اعتقادي دي مباراة نهائية برضه. بيراميدز يا كابتن؟ بيراميدز طبعا. الماتش اللي جاي مع بيراميدز مع سكواد خطير طبعا، مع نص ملعب قوي جدا، مع لعيبة محترفة، عنده لعيبة محترفة قوية جدا في ستومايلي ولا لاكاي، حتى لاكاي انتقل ولا بلاتي توري في نص الملعب ولا عنده شيبي وكارتي، عنده لعيبة حقيقة مميزة، سكواد قوي جدا 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 والله جدا. تعامل مع ومعهم ابراهيم عادل، ابراهيم عادل كمان هيبقى جاي طبعا، يعني بعد الجول ده هيحصل له يعني طفرة نفسية، طفرة نفسية هتأثر معاه يعني، بس ان شاء الله في ماتشنا ما يبقاش يعني موفق قوي. اتمنى طبعا، بهزر يعني، اتمنى له التوفيق طبعا وربنا يحفظهم من الاصابات جميعا. بس هو سكواد بيراميدز كابتن من ساعه ما النادي اتعمل سكواد قوي جدا، يعني يكاد يكون، يعني انا اسف طبعا بقول كده كعناصر، مش عايز اقول اقوى طبعا مننا يعني، بس لا سكواد قوي جدا لان امكانيات ماديه جباره. لما كنا احنا موقوف القيد بتاعنا بالظبط، مش النادي بيتعرض اللي احنا فيه. ما الله ينور. ورغم ذلك مش لما كنا احنا لازلنا كابتن يعني احنا كل شويه يعني الحمد لله. بس يعني انت بقالك فتره بتعاني من الموضوع وقت القيد. انت واخد كابتن اخر 2 دوري انت واخدهم بتطلع بخمسه، انا يعني صغيرين تحت السن، فيعني لا كابتن انت الظروف اللي انت بتقابلها ما حدش بيقابلها في العالم والله. اضعف الايمان انت المنافسين بتوعك ما بيقابلوهاش، ودي صح. حد ذاتها ما فيهاش تكافؤ فرص، انت فاهم يا كابتن؟ فلا فانك في وسط الكلام ده خدت 2 دوري اقسم الانجاز يا كابتن، وغاليين جدا على فكره يا كابتن بولاني. يعني انت حضرتك خدت دوري وانت بتلعب، بس كان في ساعتها يعني شبه استقرار، شبه استقرار وسكواد قوي جدا، يعني سكواد قوي جدا. ف ما هي دي العامل الطبيعي انك تاخد دوري،
يبقى عندك استقرار، سكواد قوي جدا، بنج قوي جدا، يعني يبقى عندك دكه قويه جدا ومراكب ماديه مستقره، ما حدش اللعيب ما بيفكرش بالظبط، يعني ما يبقاش مثلا لعيب عليه التزام او حاجه ويبقى بيفكر انا مستعجل او عايز، لا لما هو عارف ومطمن الحاجه دي موجوده ومش هركز غير في شغله اللي بيجيب له الحاجه دي، حضرتك فاهمني يا كابتن؟ فدي حاجه مهمه جدا. دايما ماتشات الزمالك وبيراميدز ماتشات مفتوحه، ممكن بقى نظرا لطبيعه المباراه دي تبقى مختلفه شويه، لان مباراه نوك اوت او مباراه يعني خروج المغلوب او يعني مش هيلعب نهائي، شكل البطوله عشان كده مختلف زي اقرب لكاس مصر كده. ماتش ما فيهوش وقت اضافي، دايما ماتشات الزمالك وبيراميدز فيها اهداف، تتوقع المباراه دي مفتوحه فيها معدلات اهداف. لو تابعنا كل مباراه بيراميدز الاخيره والزمالك حتى في اخر لقاء كان بينهم ايه؟ كان غير الدوري، كان ماتش كاس مصر قبل النهائي، كان برضو رقم كبير في 3-3 لو زي ما اتذكر يعني تقريبا 3-3 او 2-2 مش متذكر قوي، بس في دايما معدلات تهديفيه عاليه في الماتش ده نظرا طبعا لقوه الفرقتين والسكواد اللي موجود اللعيبه الهدافه. شايف بص كابتن، انا متاكد منه الماتش حلو، يعني سكواد قوي جدا، هيلاعب نادي الزمالك، نادي الزمالك في حاله كويسه جدا انه واخد بطوله السوبر الافريقي، فاحنا بنتكلم فنيا عناصر هتقدر تؤدي بشكل فني عالي جدا، نص ملعب هنا قوي وهنا قوي، في لعيب الكوره وفي لعيب الكوره في الاجنحه، لعيبة كورة، المهاجمين هنا فيستون مايلز مهاجم مميز جدا، يعني أي ان شاء الله ما يبقاش موافق في ماتشنا. حراسة المرمى تقريبا على مستوى واحد، عواد الشناوي، خط الظهر برضو يعتبر قريب جدا من المستوى، هم فرقة قوية جدا، فانت هتلاقي فرقة قوية وبتلعب كرة حلوة وكرة هجومية ونص يعني ملعب قوي جدا بالظبط كده بتلعب، فدي حاجة حلوة على فكرة يا كابتن انك الناس زمالك لعب فرقة بتهاجم، دي حاجة كويسة يعني. بس زي ما حضرتك قلت الماتش ده هيبقى له حسابات، مش هيبقى ماتش مفتوح، ما اعتقدش انه هيبقى مفتوح، محدش هيغامر يا كابتن، هو بيراميدز عارف هو بيلعب مين، ونادي الزمالك عارف انه بيلعب برضه فريق قوي وسكواد قوي، فما اعتقدش ان الماتش هيبقى مفتوح، لانه زي ما حضرتك قلت في نوك اوت، في ماتش انا محتاج 1-0 يعني، انا محتاج 1-0 عشان اصعد يعني او اعدي للنهائي، فمش محتاج انا اجيب جولين وثلاثه واربعه، فاهم حاجه في الماتش ده يا كابتن زي ما بيحصل مع المنتخب دلوقتي ان يبقى سكورك ورا صفر، وان شاء الله ربنا يوفق نص الملعب بتاعنا نوصل المهاجمين ونقدر نصنع الفارق. بعدين يا كابتن زي ما حضرتك عارف ماتشات زي دي ممكن تخلص بكره ثابته، ممكن يعني هيبقى في تنوع، بس يعني ما اعتقدش انه هيبقى ماتش اللي هو ايه في هجمه هنا وهجمه هنا وجمالي وبتاع، ما اعتقدش يعني، اعتقد ان ده هيبقى محافظ وهيبقى محافظ. كان في الزمالك في الكنترول بيقولوا اخر ماتشين 1-1 و3-3 دايما في اهداف. أيوة. ودايما ماتشات فيها اجوان كتير. لا ماتشاتنا مع بيراميدز لا، من ساعه ما بيراميدز دخل ماتشات حلوه وبيبقى فيها جوال حلوه، يعني اللعيبه بتجيب فيها جوال حلوه كمان، يعني بتبقى جوال ملعوبه. والدور الاول في الدوري 2-2 مظبوط، بتتكلم في كام جون؟ 4 و6 و2، بس هي حاجه 12 يعني ان شاء الله نكسر بقى ان شاء الله، لازم نكسر حته التعادلات دي ان شاء الله ويصعد بامر الله وتكون البطوله من نصيبنا. طيب متوقع ان مستر جوزيه جوميز اصابه دونجا لو لا قدر الله ما لحقش المباراه يغير طريقه اللعب، لان كان دايما هو بيعمل موازنه كده تكميليه ما بين دونجا وعبد الله السعيد، الاثنين بيكملوا بعض، واحد مخ وواحد عضلات، متوقع لو دونجا مش موجود تتغير الطريقه ولا يلعب بنفس الطريقه وينزل بس واحد مكان دونجا، يعني وخاصه قدام نص ملعب قوي جدا، الماتشات الكبيره دي ماتشات نص ملعب. بص كابتن، هو يعني في اثنين لعيبه، هو دونجا كان يعني ثالثهم، يعني في اثنين لعيبه في نص الملعب ما ينفعش تغيره من وجهه نظري انا، يعني خصوصا بعد اصابه احمد حمدي، يعني ناصر ماهر وعبد الله السعيد ما ينفعش يطلعوا من نص الملعب، لان هم يعني لعيبه جامده قوي، بتعرف ترفع الكوره، بيفرضوا استحواذ بالظبط، بيفرضوا استحواذ وعندهم ملكه يعني التحكم في الريتم، وهي على امتى وينزل امتى، يعني اللعيبه اثنين لعيبه ما ينفعش يطلعوا، فانت النهارده كنت بتلعب بدونجا 6 ودول عبد الله 8 وناصر 10 او 8-2، بس خد بالك دونجا دوره تكميلي ليهم، يعني هو اللي مخليهم يلعبوا بالطريقه دي. لا طبعا ده هو اللي مديهم الامانه كده، يعني هو دونجا رقم 6، وحضرتك عارف رقم 6 اهم مركز في الملعب دلوقتي، مهم طبعا، اهم مركز في الملعب النهارده لعيب رقم 6 ده، لو يعني ده زي ما بيقولوا قلب الملعب ونبض، يعني ده كل حاجه يعني ديستروير، وممكن برده في البيلد اب هو يكون حل كبير بالنسبه لك، ف رقم 6 ده ودونجا بصراحه ما شاء الله اخر فتره ربنا يزيده، يعني ربنا يحفظه ويزود عن كده كمان، كان هايل يعني بيعملها، فانت النهارده بديل دونجا شحاته، ما اعتقدش حاجه هتغير من طريقه اللعب، هو هيفضل عبد الله ونصر زي ما هم، هينزل شحاته لو دونجا مش جاهز بالنسبه، ولا زياد كمال؟ لا شحاته امكانياته الدفاعيه والبدنيه اعتقد اندفاعه البدني هتحتاجه اكتر او مجهوده اعلى من زياد، زياد يمكن برده بيلعب 8 اكتر ما هو 6 يعني زياد 8 اكتر من هو 6 انما شحاته يقدر يديك دور اللاعب رقم 6 ده بشكل مميز يعني. طيب ازاي اقدر احد من خطوره بيراميدز؟
بيراميدز عنده اطراف قويه جدا، لو قلنا ابراهيم عادل، رمضان صبحي لو جاهز وفي حالته، رقم واحد يا كابتن فاستون مايلي رقم واحد طبعا، جبهات قويه، رقم محمد حمدي وشيبي رقم واحد، دي مساحات ما ينفعش يكون في مساحات للعيبه عندها قدرات مهاريه وبدنيه عاليه. رقم اثنين الروح القتاليه العاليه، لان هي في تدييم مساحات والتركيز. التركيز هو الفيصل دايما يا كابتن، خلي بالك في اي حاجه يعني التركيز هو اللي بيفصل بين لاعب ولاعب وبين فرقه وفرقه وفرقه بتاخد بطوله، تفاصيل صغيره جدا. كل ما كان عدد اللعيبه اللي عندك مركزه اكتر في واجباتها الهجوميه والدفاعيه، عارفه هي ليها ايه في الماتش وعليها ايه، عارفه بتلعب مين، هقفل عليه ازاي. النهارده مثلا بنتايج لعيب اجنبي طبعا، فالنهارده هو يمكن ما لعبش على مصطفى قبل كده، مصطفى فتحي النهارده لازم يتفرج عليه يشوفه طريقه لعبه عامله ازاي. مصطفى مهاري، طب هقفل له رجله الشمال ازاي؟ الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن ابو العيال، حضرتك عارف يعني لما كنت زمان هلعب على لعيب مثلا معين انا بعرف عيوبه ايه وميزاته ايه، ميزاته احاول اقفلها له وعيوبه العب عليها، يعني ده الذكاء. فالفارق بين كل لعيب ولعيب في المواجهات المباشره دي يا كابتن في الدويلز هو ده اللي هيفرق في الاداء الجماعي وفي النتيجه ان شاء الله. معايا اسئله الشاشه، تعالى نبدا يلا ناخد اسئله الشاشه. نبدا بالسؤال الاول، كيف اصبح شريف اشرف منتمي بشده للزمالك رغم بداياته في النادي الاهلي؟ والله كابتن انا يمكن قلت الموضوع ده كتير، يعني انا لما جيت على نادي الزمالك شفت حب كبير جدا من الجمهور ودعم من اللعيبه الكبيره اللي انت كنت واحد منهم بصراحه، كابتن حازم وكابتن عبد الحليم وكابتن عبد الواحد وكابتن عبد المنصف، ناس كتير، كابتن تامر عبد الحميد وكابتن طارق السيد وكابتن بشير التبعي، كل الناس بصراحه احتضنتني يعني للامانه لما دخلت. ودخلت في والله كابتن يعني لما دخلت معاكم وكابتن جمال حمزه طبعا وكابتن، وكان معايا شيكابالا طبعا كان قريب وكنا قريبين في السن، وكان معايا احمد مجدي وكان معايا عبد الرؤوف، و يعني الجيل كله والله عشان ما انساش حد، الناس كلها احتضنتني ودخلت مع حب الجمهور يا كابتن اللي شفته من اول يوم. مع ان انا طبعا يعني لما يعني مشيت من النادي الاهلي مشيت طبعا، حضرتك لو تفتكر كان الموضوع فيه خلاف اداري يعني قوي جدا، انا كنت عايز احترف والنادي الاهلي يعني يعتبر كان الاداره ساعتها مش يعني وقفوا لي في الموضوع، فنادي الزمالك المعارف دخل فالامور مشيت. انا جيت نادي الزمالك وانس انا دخلت نادي الزمالك شفت حب الجمهور ده كله ليا، وربنا اكرمني لما لقوني يعني بقاتل في الملعب وعايز ابقى موجود عايز بلاقي مكان، الناس حبتني اكتر ودعمتني اكتر. ف يعني كابتن زي ما بيقولوا كده ما فيش انسان يقدر ينكر حاجه زي كده او ما يحسهاش، فغصب عني كابتن اتحولت للاعب زملكاوي. وبعد ما مشيت من نادي الزمالك فضلت زملكاوي، لان انا الحب اللي شفته من الجمهور واللعيبه خلاني، وحتى بعد ما مشيت كان اللعيبه اللي قريبين مني لعيبه الزمالك، وكان فتح الله طبعا عشان ما انساش اخويا وحبيبي طبعا برده في السنه اللي جيت فيها كان هو موجود وكان معايا دايما. فلا يعني هو دي الاجابه اللي هقدر اجاوب، مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده والله كابتن، يعني الحب بيوصل من القلب للقلب. يعني السؤال الثاني، بالرغم من القدرات الفنيه الكبيره لشريف اشرف الا ان تجربه الزمالك لم يكتب لها مسيره طويله، ما السبب؟ السبب كان عدم صبري واستعجالي انا على اللعب، يعني انا الحمد لله كابتن زي ما حضرتك عارف لعبت مع مدربين في الفتره كنا موجودين فيها كان كلهم اجانب، كان اول مدير فصل يعني اول مدير فني مصري يجي يمسك الفريق بقى وانا موجود كانت كابتن حسام حسن، لسه انا بديله حقه دلوقتي طبعا ويستاهل منا كل احترام وتقدير، بس انا كنت عارف اتعامل مع كابتن حسام، كنت صغير ومحتاج عايز العب وبتاع، كابتن حسام كان بيقعدني احتياطي ودي كانت اكتر حاجه بتقتلني انا من جوايا، خاصه لما احس ان اللي بيلعب عليا يعني مش اعلى مني. او ففي الفتره دي ما كانش بقى في يعني لعب حليم علي ولا ميدو ولا عمرو زكي ولا، فكنت لا كنت تعبان نفسيا جدا، فكنت محتاج امشي في الوقت ده، كان تفكيري كده امشي عشان اثبت نفسي في اي مكان تاني وارجع لنادي الزمالك تاني، ده كان هدفي والله يا كابتن. سبحان الله طبعا مش كل حاجه بتتمناها بتحصل. السؤال اللي بعديه، افضل مدرب تدربت تحت قيادته ورساله منه لا تنساها؟ كنت اتمرنت مع مدربين كبار قوي قوي يعني، وبالمناسبه طبعا حضرتك عارف كنت ناشئين النادي الاهلي، فكل المدربين في ناشئين النادي الاهلي ليهم فضل عليا للامانه يعني كابتن، وبديهم حقهم هم اللي صنعوا يعني صنعوا اللاعب اللي طلع. جيت انا اعتقد يا كابتن لما جيت حضرتك ما حسيتش لعيب صغير، لما جيت وانا كنت لسه 20 سنه معاك انت جيت لقيت لعيب عايز يلعب، لعيب عنده شخصيه ولعيب عنده امكانيات وعايز يلعب، فده كان تاثير المدربين اللي دربوني وانا صغير. اكتر حد بقى
والله كانت في ناس كتير قوي، بس كان اقرب الناس ليا رحمه الله عليه كابتن محمود صالح. يعني يعني ده كان اقرب الناس ليا. ده يعني تقدر تقول كنت لسه صغير في كون شخصيتي. طب على مستوى الدرجه الاولى؟ على مستوى الدرجه الاولى هنري ميشيل. هنري ميشيل كان اكتر احسن مدرب عجبتني يعني طريقتي، طريقه يعني اقتناعه بيا ومعاملته معايا ونصايحه ليا. يعني كوتش، هو كان شايفني لعيب كبير. السؤال اللي بعديه، افضل مباراه لك مع الزمالك والهدف الاجمل في مسيرتك. اجمل مباراه يعني كاداء لعبتها مع نادي الزمالك كابتن، هي مباراه غزل المحله، اجيب فيها 3 اهداف منهم واحده اتلغى. دي كانت الافضل بالنسبه لي، وكانت في بداياتي كمان، فكانت مباراه من اجمل المباريات. وفي الاجمل هدف مسيرتي مع نادي الزمالك هم 2 جول في مباراه المحله دي اللي بدماغي اللي حضرتك لسه شفته ده من شويه، وجول الفاول اللي هو في طلائع الجيش اللي هو كان من حوالي 35 يارد، ده راحت في المقص، كانت من احلى جوال جبتها في حياتي. حلو قوي، ربنا يكرمك. حضرتك كنت معانا في الماتش. السؤال اللي بعديه، ما سبب اصرار شريف اشرف على الاستمرار في الملاعب بالدرجه الثانيه؟ زي ما قلت لحضرتك دلوقتي كابتن، حسيت ان انا قادر العب، فاستحرمت ان ابطل بدري يعني. يعني حضرتك فاهمني، والظروف قفلت معايا. انت عارف الظروف ماشيه ازاي في الدوري الممتاز. انت وانس انت بعدت عن الملعب كام شهر للاصابه او اي حاجه، الناس بتنسى انت كنت مين ومحدش بيقف جنبك. وانا ما عرفتش اعمل علاقات مع السماسرة يعني ومع المدربين تخليني حتى وانا كده الناس تقف جنبي يعني. فهو كان قدامي حل من الاثنين، يا بطل وانا 29 30 سنه، يا اما العب درجه ثانيه على امل ان انا ارجع العب ممتاز مره ثانيه. ده كان الامل يعني، ما لعبتش عشان العب وخلاص، بس ما حصلش الحمد لله يعني. السؤال اللي بعديه، لا امانع من العمل في قطاع الناشئين بالزمالك بعد الاعتزال. لا طبعا، شرف كبير ليا وجودك، بس او انك يبقى مسمى انك انت شغال في نادي الزمالك شرف كبير جدا لاي حد كابتن، وانا طبعا على راسي. انت في دماغك التدريب اصلا؟ اه طبعا كابتن، احنا ما نعرفش حاجه غير الكوره كابتن يعني، زي ما حضرتك عارف يعني. وبعدين هي رساله يعني، انا زي ما بقول لحضرتك مدربين كتير قوي اثروا فيا، فلعبت واستفدت بخبراتهم ان شاء الله، اقدر اللي خدته مع دراسه مع علم مع تطور، اقدر انقل ان شاء الله للي هديله. وهي هي رساله كابتن بنبعتها لبعض. السؤال اللي بعديه، الجزيري وعمر فرج وناصر منسي وحسام اشرف، رساله لمهاجمي الزمالك. انتوا بتلعبوا في نادي كبير قوي وعليكم مسؤوليه كبيره جدا. التركيز زي ما كنت لسه بقول لحضرتك هو الفيصل. النهارده ناصر منسي ربنا كرمه نزل مركز 10 دقائق فرقوا في حياته كلها. فرسالتي لحسام ولعمر والجزيري، انت موجود في نادي كبير جدا، انت في نعمه كبيره جدا، حافظ عليها وخليك قدها وخليك قد المسؤوليه. وبامر الله من اقرب فرصه لازم تبقى عارف انك موجود في مكان، من اقرب فرصه لازم تسجل. مهاجم الهداف شريف اشرف، شرفتني ونورتني يا شريف. حبيبي يا كابتن، منورك، شرف ليا والله كابتن وجودي معاك كابتن. ربنا يخليك يا شريف، دايما بتنورنا، وان شاء الله التوفيق رب ليك في المرحله الجديده بقى ان شاء الله في حياتك. احنا وانت ربنا يخليك ان شاء الله. لو بقيت مدرب هتلعب كره هجوميه ولا؟ طبعا طبعا. الهجوم هيأثر معاك. انا مهاجم، انا مهاجم طبعا. حبيبي يا شريف، شرفتني ونورتني يا شريف. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك. كده وقت حلقتنا انتهى، ان شاء الله نشوف حضراتكم تاني في لقاء قريب، والتوفيق يا رب لنادي الزمالك بقى مع بدايه الاسبوع بقى التجهيز للسوبر المصري. لقاء مع حضراتكم تاني ان شاء الله قريب من خلال برنامجكم زمالكاوي. تصبحوا على خير.